ضعف السلام من غير كلام عزبت محسن مستمام مفيش صاحب بيصاحب مفيش راجل براجل هنتعامل ويتعامل طلع سلاحك متكامل. الأغاني دي أنا شبهتها بالجانجستر راب في أمريكا، كل عصابة مثلا ليها مغنيين الراب بتوعها بيفخروا بالعمايلهم. أنت مبسوط؟ اضحك بقى. كان أغاني عذرية وكان أغاني لا تحدث الأنثى. عبد الحليم يقول لك حبك نار. نار يا حبيبي نار. ولع مصر كلها مش بلاد دكتور بس. المهرجانات صرعة غنائية مصرية لا تكاد تخلو منها مناسبة. بدأت من الأحياء الشعبية قبل أن تلقى رواجاً في سائر الطبقات وتنتقل إلى دول أخرى. المهرجان ده فكرة جديدة تلعب في الشرق المصري كله، ولون طالع جديد والناس كلها بتحبه، وأي حد في الوسط يعني في المجال في أي حتة في الدنيا بيسمعه، أجنبي مش أجنبي مصري عربي، المهرجان ده مسمع الدنيا ومكسر الدنيا في العالم كله. الشباب وصغار السن هم الجمهور الأكثر ولعاً بهذا اللون الغنائي. الأغاني كلها مكسرة الدنيا، والمهرجان من التنجيد لحد بالليل ده الآخر، ودي فكرة جميلة جدا وبإذن الله نخرب بيها الدنيا. يعني أول مرة نشوف حاجة زي كده بجد، يعني حاجة حلوة أوي. مهرجان حلو وجميل، وربنا يقويه ويزيده كمان وكمان ويعمل مهرجانات أحسن. لكن هذه السرعة تواجه بانتقادات حادة، خاصة لما تحويه كلماتها من معاني يعتبرها البعض محرضة على العنف. هي الأغنية مش هتخلي في جريمة، بس هي الأغنية ممكن تبقى بتعمل glorification أو بتعظم من حالة معينة، وهي حالة الانضمام لعصابة، أو أن أنا أبقى بتاع خناقات في الشارع، بتاع مشاجرات، بشيل سلاح، بستخدم السلاح ده، باخد حقي بيه بدل ما ألجأ للقانون، بدل ما ألجأ للشرطة. أنا طبعا عايز أوضح أن أنا ضد الرقابة على الموسيقى تماما، لكن أنا لازم ألفت الانتباه لظاهرة سلبية. المحتوى بتاع الكلمات اللي جوه الأغنية عبارة عن أشرحك وشوه منظرك وتجيب سلاح وأجيب سلاح ونتعامل مع بعض ونضرب بعض بالنار، ويعني والاحترام في الشعر بيبقى عن طريق السلاح وعن طريق القوة وعن طريق السيطرة، فدي حاجات مش مفروض أنها تكون موجودة في بلد متحضر أو بالناس متحضرين. المطربون الذين أصبحوا نجوماً في فترة وجيزة يقولون إن تزايد المعجبين والمعجبات دليل على صدقهم في التعبير عن المشاعر. إحنا بنشوف المناطق الشعبية مش في أي منطقة يقول لك أنت هتعورني، أكيد يعني أكيد هعورك، يعني مش هسكت لك. دلوقتي في يعني بياخدوا حقهم بدراعه، فأنا بقول لك هتعورنا وراك، هنبوظ لك منظرك، جايب ورا تسبح مرة، كلام كتير وفي كلام قدام بس أنا لسه طويل. بيتكلم عن ربنا والدين والناس كده. ربما ساهم في انتشار هذا اللون الغنائي رخص تكلفة الإنتاج واعتماد ألحانها على قوالب جاهزة. بنعمله مهرجانات لينا احنا، ايه حابين الموضوع بتاع الغنى وكده. طبعا حضرتك فاهم الاستوديوهات، الواحد عايز يدفع قد كده عشان يعمل اغنيه في استوديو مكلف وكده، فالموضوع بسيط في ايدينا، جهاز مايك، الموضوع بسيط. فكر طبعا حضرتك فاهم الموضوع. فبدانا ايه نعمله مهرجان التاني التالت كده، لحد ما جات لنا ناس عايزين مهرجانات لافراح، من ضمنهم اولاد سليم اللبانين. عملنا مهرجان مفيش صاحب بيتصاحب، ورحنا الفرح وخلصناه وروحنا نمنا، ما صحينا الصبح لقينا المهرجان شغال في الشارع. شهر التاني التالت بقى منتشر في الدول كلها. تتكرر هذه المشاهد على وقع الموسيقى والكلمات التي تعبر عن انفعالات حاده. احنا مفيش حاجه اسمها ترويج العنف. ترويج العنف لو انا بلطجي، لو انا انسان وحش. الحمد لله رب العالمين احنا ناس في حالنا، عملنا اغنيه ربنا كرمنا ونجحت. مفيش صاحب يتصاحب، مفيش راجل بقى راجل، هتعامل وتتعامل. ما هي طلع سلاحك متكامل. طيب سلاحك لا. بقى ده سلاحك الورقه والقلم، هو سلاحك الورقه والقلم، ما هي سلاحك.
انتشار هذا الطراز قوي الإيقاع في أماكن كثيرة دفع موسيقيين كباراً للتعبير عن أسفهم على تدهور القيم الغنائية الأصيلة. للأسف المتلقي ساعات بيبقى محتاج ليسمع أي حاجة في وقت معين، اللي هو درجة الإحباط لما بتزيد ودرجة الاكتئاب لما بتزيد مش هيقدر يسمع أغاني يعني راسخة زي أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب وحتى الجيل اللي موجود أصالة وغيرها وغيرها، مش في الوقت ده. والانتشار ده مش معناه الإبداع، يعني أنا ما بقولش الإنسان اللي ممكن ينتشر أعماله ما تبقاش دي دلالة على الإبداع بتاعه وأنه هو بصمة جديدة، بالعكس دي ممكن جدا أي شيء احنا بنشوف على الإنترنت لما بتلاقي حاجة مثلا غريبة شوية بحد قال عملته ولا مش عارف إيه بتاعت بس 500 ألف متداخل للموضوع بيشوف، إنما في النهاية بتبقى حاجة غريبة وبتزول ما تقدرش فيها مرتين. قد يتواصل الجدل بشأن أغاني المهرجانات في مصر لأمد ليس بالقصير، بين مؤيد يرى أنها ما كانت لتنتشر إلا إذا كانت تعبر عن قطاع عريض من أبناء الشعب، وناقد يرى فيها تعبيرا عن ثقافة عنف لا بد وأن تجد من يكبح جماحها. لبي بي سي إكسترا، علي جمال الدين، القاهرة.